جت أخبار 8:15 من صوت لبنان مع تحيات باسمة بوسرحال السكفوري والمخرج جورج العلي. ماذا أولا في العناوين؟ الحكومة والصرافون لعبة الهر والفأر، و3,200 ليرة سعر الدولار شبه الرسمي. تحركات ليلية في الشارع وبري حول ما حصل في محيط عين التيني، الله يسامح الجميع. المطار لن يفتح في 8 حزيران، وفادي الحسن لإذاعتنا. في اجتماع بعد الظهر بالسراي الحكومة لا تحضير اقتراح أين كان رح يكون الموعد النهائي لافتتاح المطار. وفاة 1 و29 إصابة جديدة بكورونا. أبو شقرة يطمئن عبر صوت لبنان أن لا أزمة بنزين حتى الساعة. اليوم رح ينزل بالأسواق من الشركات اللي عندها بضاعة، أكيد مش رح ينزل كميات كبيرة. مواجهات صباحية في محيط البيت الأبيض. لعبة الهر والفأر تستكمل بين الحكومة ونقابة الصرافين التي أعطيت مهلة 2 أسبوع حدا أقصى للالتزام بالسعر شبه الرسمي الجديد للدولار، وهو 3,200 ليرة، مع التشديد على عدم جواز الصرافين اللجوء إلى ذريعة عدم توفر الدولار لديهم لبيعها. وكلف وزير الداخلية محمد فهمي والمحتجين لمنعهم من التقدم، وتضامن معهم ثوار طرابلس الذين أشعلوا الإطارات في ساحة النور وأزالوا لوحة كتب عليها ساحة عبد الحميد كرامي. أما الطرقات المقطوعة هذا الصباح فهي ساحة العبد شمالا وطريق سعد نايل بقاعا. رئيس مجلس النواب نبيه بري وتعليقا على ما حدث في محيط عين التيني قال الله يسامح الجميع، وشدد على أنه يحمل قضايا الصادقين من المتظاهرين ويسعى إلى تحقيقها من داخل المؤسسات حتى قبل أن يبدأ الحراك، مضيفا أن هناك من قرر أن يتظاهر أمام عين التيني حيث كانت أعصاب الحرس مشدودة بسبب الاعتبارات الأمنية والضغط الناجم عن الخوف من انتقال عدوى كورونا، إضافة إلى أنه حصلت استفزازات معينة فأفلتت الأعصاب وحدث ما حدث والله يسامح الكل. ولفت بري إلى أنه مهتم بإقرار المشاريع الإصلاحية وقال أبذل كل جهدي من أجل توحيد مقاربتي الحكومة والبنك المركزي للملف المالي بهدف تقوية موقف لبنان في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا أكدت أن العقوبات الجديدة تستهدف حزب الله وقد تشمل أيضا أولئك الذين يساعدونه ويدعمونه، لكنها لن تحرم لبنان من التجارة والاستثمار. وفي حديث للأوتيفي لفتت شيا إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تراقب أداء حكومة حسان دياب التي أبدت رغبة جدية في محاربة الفساد، لكن المطلوب الانتقال من الأقوال إلى الأفعال وتنفيذ ما وعدت به من إصلاحات، ما يشكل المفتاح لإعادة وضع الاقتصاد اللبناني على السكة الصحيحة. ورأت السفيرة الأمريكية أنه من الخطأ شيطنة أي شخص أو مؤسسة أو جعلهم كبش فداء للانهيار الاقتصادي في لبنان، مضيفة قد يكون البنك المركزي هو الذي سمح بتراكم الديون الكبيرة على البلاد لكنني لا أجد أنه المسبب لها. وأكدت أن حاكم مصرف لبنان رياض سليمي يحظى بثقة كبيرة في المجتمع المالي الدولي، وإذا لم يكن لدى هذا المجتمع ثقة في قيادة المؤسسات المالية الكبرى بالبلاد فأعتقد أنه لن يكون هناك أي تدفق للاستثمار أو النقد الذي يحتاجه اقتصاد لبنان. إلى ذلك ذكرت صحيفة الأخبار أنه مهما كان دور الحكومة في قضية عامر الفخوري لم يعد من مجال للشك في أن لواشنطن جماعتها الضاغطة داخل مجلس الوزراء، وهذه الجماعة التي تعمل حاليا على خياطة خطط اقتصادية مالية وفق المواصفات الدولية المطلوبة لم يعد تورطها محصورا بملف عميل أو خطط إصلاحية، فقد قررت هذه الجماعة طي مبدأ النأي بالنفس وأيضا استبدال هذا الموضوع بسخاء النفس مع الأمريكيين
الأمريكيين إلى درجة أنها تريد أن تقتاد لبنان إلى صفهم في حصارهم لسوريا بالامتثال لأوامرهم وتبني قانون قيصر الخاص بالعقوبات الشديدة على سوريا. فيوم الجمعة الماضي تابعت الأخبار وفي جلسة مجلس الوزراء حتى على طاولة الحكومة بند غريب من خارج جدول الأعمال، مجموعة أوراق وزعتها نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر على زملائها، تتضمن ترجمة العربية لنص قانون قيصر الأمريكي طالبة منهم الاطلاع عليه لأن على الحكومة أن تناقشه في وقت لاحق. وهذا الأسبوع تستأنف عملية تفاوض مع صندوق النقد الدولي في محاولة لحسم الإشكالية حول التضارب في الأرقام والخسائر بين الخطة الحكومية ورؤية مصرف لبنان. وسط هذه الأجواء نقلت قناة الحرة الأمريكية عن موقع أراب نيوز أن اليابان ستساعد لبنان إذا تم تسليم كارلوس غوسون لجهة تأثيرها على قرارات صندوق النقد الدولي. في بورصة كورونا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 29 إصابة جديدة، إصابتان منها للمقيمين و27 إصابة بين الوافدين، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1220، كما سجلت حالة وفاة جديدة لترتفع الوفيات إلى 27. وأعلن مستشفى رفيق الحرير الجامعي أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبراته في الساعات 24 الماضية بلغ 412 فحصاً، وأن عدد المصابين داخل المستشفى هو 56 مريضاً. وفي صور سجلت 6 حالات مثبتة مخبريا لوافدين من دول أفريقية، ليصل عدد المصابين في القضاء إلى 49 مصابا. إلى ذلك أعلنت بلدية النبطي الفوأة تسجيل حالتين إيجابيتين وصلتا من الجابون. كما أعلنت بلدية بشري تسجيل 70 حالة شفاء في القضاء منذ تاريخ بروز أولى الحالات في المنطقة، في حين لا يزال هناك 4 حالات تتمثل للشفاء. وزير الصحة حمد حسن عبر عن دعم القطاع الاستشفائي للتخلص تدريجيا من الكورونا. التعاون بين الدول هو واجب لمكافحة هذا الوباء. في بعض الدول أغلقت على نفسها وقبضت يدها، أما روح العطاء ظلت عند الأصدقاء الخلص اللي وقتها الضيق فعلا بتعرفه لصديق. هاي الفترة هي فترة النهضة وتطوير القطاع العام الاستشفائي ليكون بخدمة الإنسان وخدمة الوطن. تنضم إلينا الآن المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد. صباح الخير. صباح النور. هل من إصابات جديدة داخل مخيمات اللاجئين السوريين بعدما جرى تأكيد وجود 15 إصابة بمجد العنجر؟ شكراً. حتى اليوم تم التأكيد عن 16 إصابة بفيروس كوفيد 19 بصفوف اللاجئين السوريين بلبنان. كل هالأشخاص اللي انصابوا ساكنين بشقق ومش ساكنين بتجمعات الخيام أو الملاجئ الجماعية. فإضافة لل 15 إصابة بمجد العنجر كان في إصابة قبل كمان لشخص ساكن بشقة بشمال لبنان. طيب كيف يمكن كل اليوم عم تكمل بهالجهود لننشر المعلومات ولنوزع معدات التعقيم والتنظيف؟ يعني اللاجئين استجابوا بالإرشادات اللي وصلتهم من وزارة الصحة واللي عم توصلهم من المنظمات على الأرض كل يوم. يعني مثلنا كمان هم عتلينين هم إنه ينتشر الفيروس وبيفهموا إنه يعني في خطر كبير إنه إذا انتشر خاصة بالأماكن اللي هم ساكنين باكتظاظ فيها. فالإجراءات عم تكمل كل يوم، ونحن مثل ما ذكرت من أول يوم بشرنا بخطة الاستجابة لمنع انتشار الفيروس بصفوف اللاجئين. شكرا للمتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة في لبنان ليزا أبو خالد. وزير الأشغال ميشيل نجار أكد أن المطار لن يفتح في 8 من حزيران، متوقعا أن يتم ذلك ابتداء من 21 منه. رئيس مطار رفيق الحرير الدولي فادي الحسن تحدث عبر صوت لبنان عن هذا الموضوع. رح يكون في اجتماع بعد الظهر بالسرايا الحكومة مع لجنة إدارة الكوارث والأزمات وجميع المعنيين بالموضوع لتحضير اقتراح أكيد للجنة الوزارية، اللي على أساسها من المفترض أنه يصير فيه خلينا نقول تقريبا شبه
إجماع أو تأكيد أين كان رح يكون الموعد النهائي لافتتاح المطار. هل اتخذت الإجراءات اللوجستية لمواكبة إعادة الافتتاح؟ نحن بلشنا نحضر بالمطار إجراءات لوجستية مدارية أسوة بباقي المطارات العالمية، وأكيد وفقاً لتوصيات العالمية، خلينا توصيات اتحاد النقل الجوي وتوصيات منظمة الدولية للطيران المدني، اللي هي أكيد بتحترم أول شيء مبدأ التباعد ما بين الركاب، ثاني شيء تركيب عوازل ما بين اللي بيشتغلوا على التشيك إن كاونترز أو كونترات الأمن العام أو أي محل ممكن يصير فيه تقارب ما بين الركاب وما بين موظفي المطار، ومع مراعاة أكيد موضوع كمان التعقيم، تباعد على المقاعد نحن ما بيقعدوا الركاب بالمطار، كل هالأشياء هذه بلشنا نحضر لها. نحن كان عنا 12 رحلة تقريباً عم يجيبوا لبنانيين من برا، هذا النهار 30 الشهر، من بعد منا أكيد رح يصير في توقف لإعادة تقييم المرحلة الصغيرة أو هالنهار، هذا الركاب اللي إجوا بهالنهار رح يرجع يتم إعادة تقييم وضعهم لهالركاب من بعد ما إجوا مراقبتهم من قبل وزارة الصحة. مشان هيك بنقول إنه ما في إمكانية إنه قبل أسبوعين، لأنه الوافدين في عندهم مدة 14 يوم اللي فترة العزل، من بعد منا بده يرجع يتقرر أمتى رح يكون إعادة فتح المطار. لحديت هلأ مش أكيد بـ8 حزيران، وأكيد رح يتأجل أسبوعين. ما رح نفتح بـ8 حزيران حكما، لأنه إذا أجوا هلأ بـ30 الشهر، وبحسب رأي وزارة الصحة حكما كل مين بيجي من بعدها بـ2 أسبوع، يعني ما فينا يمكن يجوا لا سمح الله يطلع فيهم مثلا إصابات كتير ونرجع نفتح المطار بهالوقت، يكونوا خلال فترة العزل، كرمال هيك ما بيقدروا يدخل مطار بـ2 الشهر. في السرايا الحكومية ينعقد مجلس الوزراء في جلسة عادية غدا على أن يطرح ملف تعيينات في جلسة أخرى الخميس في قصر بعبدة إلى جانب ملفات أخرى. القاضية أماني سلامي وجهت كتابا إلى مجلس الوزراء أعربت فيه عن إرادتها الترشح على مركز عضو الهيئة المصرفية العليا، الذي يكون أيضا شغيله عضوا في هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان والمخصص لقاض صاحب خبرة لـ10 سنوات في حال كانت التعيينات ستشمل هذا المركز. وأرفقت سلامي بالكتاب نسخة عن سيرتها الذاتية وتنازلت مسبقا عن المخصصات المالية العائدة لهذا الموقع، مكتفية براتبها الأساسي كقاضية، رأفة بما تبقى من المال العام المنهوب. ومن أبرز الحيثيات التي أوردتها القاضية سلامي في كتابها فقرة تقول: لما كانت التعيينات لدى الإدارات والهيئات الرقابية تتم عرفا وفقا لتقاسم طائفي وسياسي هدام مرتبط بولاءات سياسية معينة، ما يشكل سببا أساسيا في بعض الأحيان لضعف الرقابة وللمساومات المخزية ولسياسة غض النظر، كما جاء في كتاب القاضية أماني سلامي. ماليا يتوقع أن تفتح مؤسسات الصيرفة أبوابها بعد غد الأربعاء بعد إضراب امتد لحوالي شهر، ولكن وعلى الرغم من ذلك فإن الجانب القضائي المرتبط بالصرافين لم ينتهي بعد، وفق ما أكد المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، الذي قال للجمهورية إن هذا الملف مستمر ولن يتوقف، والحملة على المتلاعبين بالعملة الوطنية ستتواصل بحزم كلي وبلا هوادة لردع المضاربات غير المشروعة بالدولار، والتي تترتب عليها انعكاسات شديدة السلبية على الدولة وكذلك على المواطن. وأشار إلى أنه سيبدأ تحقيقاته اعتبارا من يوم غد في الجانب المتعلق بهدر أموال الدولة في ملف الفيول المغشوش. أعلن وزير الطاقة ريمو غجر أنه لابد من تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية مرحليا بسبب جائحة كورونا، على أن يعاد تحديد هذا الموعد بقرار يصدر عن وزير الطاقة بالاستناد إلى توصية هيئة إدارة قطاع البترول. وقال إن انخفاض أسعار النفط إضافة إلى الكورونا أدى إلى تخفيض الشركات لاستثماراتها وصرف النظر عن مشاريعها في أنشطة الاستكشاف. تجمع الشركات المستوردة للنفط أكد أن الشركات ستوزع مادتي البنزين والمازوت بدءا من صباح اليوم، وبالتالي لا داعي للتهافت إلى المحطات. ممثل موزعي المحروقات ومستشار نقابة المحطات فادي أبو شقرة طمأن هذا الصباح عبر صوت لبنان إلى أن لا أزمة بنزين حتى الساعة.
نحن مع الإيجابية، نحن مع يكون الدعم متوفر والضغط مش الضغط، نحن نتمنى من المصارف لأنه هي المصارف بتفتح اعتمادات لشركات المستوردين، نتمنى منهم اللي يوني بهذا الموضوع لأنه المواطن ما بقى ذنبه يتعذب لأنه عم يدفع مصرياته وما بده يشحد لا تنكي التنزين ولا تنكي مازوت. نحن نتمنى هذا الموضوع ينحل بحكمة العقلاء بهالبلد يحلوه بأسرع وقت، وإن شاء الله اليوم بعض شركات المستوردين مشكورين اللي عندهم بضاعة متوفرة راح ينزلوا البضاعة بالأسواق، إن شاء الله ما يكون في أي مشكلة. هذا الشيء اللي بنتمناه. يعني ما في أي نقص بمادة البنزين؟ نحن فينا نأكد إنه اليوم راح ينزل بالأسواق من الشركات اللي عندها بضاعة، يعني أكيد مش راح ينزل كميات كبيرة بس إنه راح ينزل بضاعة اليوم. يعني لا بوادر أزمة في الأفق؟ أكيد أكيد إن شاء الله ما يكون في أزمة. برجع أتأكد لك إنه في شركات امبارح بلشت التلفين ومستعدة إنه تنزل بضاعة اليوم بالأسواق، وفي شركات ما عندها بضاعة هي بالأساس بواخر وصلت ما فتح لها اعتمادات. هيدي المشكلة نقص ببعض شركات، صار في سحب من شركات تانية، ونحن كذلك الأمر متكلين على الدولة اللبنانية على المنشآت. كلنا بنتذكر أيام الوزيرة ندى البستاني جابت بنزين على المنشآت النفط بالظهراني، هاي البنزين اللي إجا نفذ ما بقى في عند الدولة بنزين المنشآت لأنه في خلافات مع اللي كان يجيب لهم بنزين، هذا أمور بيتعلق بالدولة. بعد ما عملوا اتفاق جديد سببت هالأزمة البسيطة اللي إن شاء الله تنقطع يا رب. تفقد وزير الصناعة عماد حب الله المعامل في منطقة الهرمل والقصر، وزار قطعة الأرض في القاع المقدمة من البلدية لإنشاء منطقة صناعية فيها. إهمال اللي عانته المنطقة وما زالت تعاني منه لازم يتوقف بأسرع ما يكون، ومسؤوليتنا كحكومة إنه نساهم بإعادة نوع من الحياة الاقتصادية الصحيحة لمنطقة الهرمل. بطلب من زملائي ومن دولة رئيس مجلس الوزراء إنه يعقدوا جلسة وزارية في الهرمل، لأنه خليني اطلعوا عن كثب كلهم سوا شو هي الإمكانيات الموجودة في الهرمل، إن كانت على الصعيد الزراعي أو على الصعيد الصناعي أو على الصعيد السياحي. كورونا يضع البرازيل في المرتبة الثانية عالميا. بعد الفاصل. ليس إلى الواجهة مجدداً والإشكالات تتكرر أمام أعين المسؤولين، فلماذا لا يوضع قرار المسح موضع التنفيذ؟ وإلى متى ستستمر الاعتداءات على القانون وأصحاب الحقوق؟ نقطع السطر يفتح الملف مع رئيس حركة الأرض طلال الدويهي ومداخلات لنائب رئيس حزب الكتائب الدكتور سليم الصايغ وإمام بلدة ليسا الشيخ محمد العتاوي والأب شمعون عون الاثنين بعد نشرة أخبار الثامنة والربع مع نولي شعبود عبر صوت لبنان. نقطع السطر. في منشات المساء اليوم الاثنين، التحذيرات تنذر بصيف صعب ولبنان بين قبضة قانون قيصر الأمريكي وحجر محور الممانعة. هل دخلت المنطقة مرحلة التحول الكبير؟ وكيف توازن روسيا علاقاتها مع الحلفاء والخصوم؟ وهل يمكن أن تطلع بدور في لبنان؟ القراءة مع الكاتب السياسي بسام المقداد. منشات المساء من صوت لبنان بعد نشرة الخامسة والربع. إعداد وتقديم دعاء حمصي فرح. اندلعت صدامات في محيط البيت الأبيض حيث استخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين واعتقلت عددا منهم، في وقت دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مزيد من القوة والنظام في مواجهة المتظاهرين. وفرضت مدن أمريكية كبرى حظر تجول لضبط الاضطرابات على خلفية مقتل أمريكي أسود على يد أحد أفراد الشرطة في مدينة مينيابوليس التابعة لولاية مينيسوتا، وتحدى المحتجون حظر التجول مدى
ودفع بعدد من الولايات إلى استدعاء قوات الحرس الوطني للمساعدة في السيطرة على الاضطرابات التي لم تشهد الولايات المتحدة مثيلا لها منذ سنوات. وتظاهر عشرات الآلاف في مدن أخرى من نيويورك إلى سياتل مطالبين بتوجيه تهمة القتل العمد للشرطي المشتبه به، كما نظمت تظاهرات في كندا وأوروبا تضامنا مع المحتجين في أمريكا. أودى فيروس كورونا بما لا يقل عن 370,261 شخصا حول العالم، وسجلت رسميا أكثر من 6,100,000 إصابة. وفي ثاني أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة سجلت البرازيل 16,409 إصابات جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من نصف مليون حالة. في هذا الوقت حذر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي من أن جائحة كورونا ربما تتسبب بكارثة إنسانية عالمية، لافتا إلى أن أكثر من ربع مليار شخص قد يواجهون خطر الجوع الشديد بحلول نهاية 2020، وقد يموت 300,000 شخص منهم يوميا على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. الجو اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، ولا سيما في المناطق الجبلية والداخلية، يتحول بعد الظهر إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة. كان في هذه النشرة: الحكومة والصرافون لعبة الهر والفأر، و3,200 ليرة سعر الدولار شبه الرسمي. تحركات ليلية في الشارع وبري حول ما حصل في محيط عين التيني، الله يسامح الجميع. المطار لا يفتح في 8 حزيران، وفادي الحسن لإذاعتنا. في اجتماع بعد الظهر بالسرايا الحكومي لا تحضير اقتراح أين كان رح يكون الموعد النهائي لأفتتاح المطار. وفاة واحدة و29 إصابة جديدة بكورونا. أبو شقرة يطمئن عبر صوت لبنان أن لا أزمة بنزين حتى الساعة. اليوم رح ينزل بالأسواق من الشركات اللي عندها بضاعة، أكيد مش رح ينزل كميات كبيرة. مواجهات صباحية في محيط البيت الأبيض. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.